إيتامار بن غفير قال اليوم بكل وضوح، قال هذا لا يمكن السكوت عنه، يجب أن يكون هنالك اجتماع للكابينة الإسرائيلي، لا يجب علينا فقط أن نلوح بالخطوط الحمراء لأننا وصلنا إلى التلويح بالأعلام البيضاء، وقال بأنه طالب بنيامين نتنياهو برسالة رسمية أن يتم عقد الكابينة الإسرائيلي في أقصى وقت ممكن، يمكن هذا الاجتماع أن يكون الليلة عموما، ولكنه أيضا أضاف بأن السكوت على حزب الله بهذه الاعتداءات يجب أن يتوقف. الذي حدث اليوم هي عبارة عن مجموعة من الصواريخ اللبنانية التي أطلقت من جنوب لبنان باتجاه صفد. المسافة هي حوالي 25 كيلومترا في أحسن الأحوال، وذلك لبعد المنطقة عن أقرب منطقة حدودية يمكن أن تم القصف منها، ولكن يمكن طبعا أن حزب الله قصف من الداخل العمق اللبناني، ولكن هذه هي المسافة. هذا يعني بأن حزب الله لغاية الآن لم يتجاوز حاجز 30 كيلومترا بأحسن الأحوال خلال بداية الحرب ولغاية الآن. الصواريخ اليوم التي كانت تستهدف مقر قيادة الجيش الإسرائيلي الشمالية، والتي أصابت مجموعة من هذه الصواريخ إما محيط هذه المعسكرات أو داخلها، ولكن الجيش الإسرائيلي ارتأى أن يقول بأن هذه الصواريخ لم تؤدي إلى خسائر داخل مقر القيادة الشمالية. هذا الذي نشهده هو استمرار منذ بداية الحرب على غزة ولغاية الآن بمدى الصواريخ، بدقة الصواريخ وبكثافة الصواريخ، أي أنه كل عدة أيام نشهد مجموعة من الصواريخ التي يتم إطلاقها ولكن لا تتجاوز هذه المسألة. تماما كما قالت كلودي، قواعد الاشتباك ما تزال على ما هي، لا يوجد هنالك تجاوز من قبل حزب الله على سبيل المثال بضرب حيفا أو بضرب المنشآت الحيوية كمصنع تكرير البترول أو المولدات الكهرباء الكبرى أو منطقة المصانع، وهو يكتفي بضرب إما البلدات في المنطقة الشمالية الفارغة أو تحصين الجيش الإسرائيلي أو كما رأينا اليوم استهداف القاعدة الخاصة بالقيادة الشمالية التي تم استهداف عموما أكثر من مرة منذ بداية هذه الحرب. لكن في المقابل في المعارضة على سبيل المثال فيكتور ليبرمان قال بأن هذه الاعتداءات هي اعتداءات يجب أيضا أن تتوقف، ولا يمكن للمجتمع الإسرائيلي أن يصبر عليها، وأن الحكومة الإسرائيلية وصلت إلى محل بأنها لا تقدم إجابات شافية للمجتمع الإسرائيلي. نعم، سقوط قتيل وجرحى يعني في هذا الشأن لا تعتبر نقطة فارقة بالنسبة للجانب الإسرائيلي؟ طبعا لا، لأنه هنالك قتلى منذ بداية هذه الحرب ولغاية الآن. الأعداد القتلى الإسرائيليين في المنطقة الشمالية سواء كانوا من الجنود أو كانوا من المدنيين هي موجودة، ولكن يشعرون في إسرائيل بأن هنالك إمكانية لصد ضربات حزب الله بتوسيع رقعة الضربات، وكمان نشاهد منذ عدة أسابيع، وطبعا هذا شاهدناه في بداية في اغتيال العروري في عمق الضاحية الجنوبية لبيروت، شاهدناه باغتيالات في منطقة في شمال لبنان، الجيش الإسرائيلي الذي يقوم بالغارات الجوية بشكل مستمر. ولكن كما تعلمي بأن المجتمع الدولي يحاول أن يهدئ من روع الجبهة الشمالية بشكل كبير جدا، سواء الرئيس الفرنسي سواء الجانب الأمريكي بإرسال المبعوث الأمريكي الخاص بشكل مستمر، وطلب إسرائيل بعدم الانجرار بحرب مفتوحة. الجيش الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وغالانت كلهم يقولون إذا أراد حزب الله أن يوسع من عملياته العسكرية فإن الرد سوف يكون لا يقل ضراوة عن الرد الذي حدث في لبنان. وعلى هذا الأساس ما زال نصر الله معتمد على مبدأ بأن هذه الحرب هي ليست حرب بقدر ما هي محاولة لتخفيف الضغط عن قطاع غزة الذي وصل ما وصل إليه الآن. الجيش الإسرائيلي على مشارف رفح كما تعلمين، والمقاومة الفلسطينية تتعرض إلى ضربات قاسية جدا في منطقة يعني قطاع غزة، والمقاومة تزال مستمرة ما تزال موجودة، ولكن لا يوجد هنالك لا جسر جوي ولا يوجد هنالك مقاتلين يمكن أن يدخلوا لمساعدة المقاومة داخل قطاع غزة. قطاع غزة هو منطقة محاصرة، والإنذار الآن بمذبحة كبيرة جدا سوف تكون في رفح، وبالتالي التصريحات اللبنانية التصريحات الإسرائيلية بهذا الملف هي تتعلق بأن هذه المعركة هي معركة محدودة، الخسائر هي من الجانبين، الجانب اللبناني يقوم بخسارة مدنيين وأيضا عسكريين كبار كما شهدنا بعمليات الاغتيال التي حدثت خلال الأسابيع الماضية بل وحتى منذ بداية الحرب، والجيش الإسرائيلي يحاول أيضا استهداف عدد من قادة السرايا أو الألوية أو المسؤولين عن إطلاق الصواريخ في محاولة، وليس فقط من حزب الله ولكن حتى من الفصائل الفلسطينية الموجودة في لبنان.